ميزات ميتافيرس المتنوعة على غرار الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي جعلت منه منصة مناسبة لتطوير أنظمة التعليم الحالية، فهو يسمح للتلاميذ بخوض تجربة تشبه بشكل كبير تجربة التعليم في الواقع، وذلك بفضل البيئات ثلاثية الأبعاد التي يوفرها. فقد ألغى بذلك جميع قيود المكان والزمان والقيود الاقتصادية التي كانت تقف بوجه التعليم. في إنجلترا يقضي تلاميذ مدرسة ريدم هاوس حصصهم الدراسية في بيئة ثلاثية الأبعاد، يستكشفون بشكل تفاعلي عالم العلوم والرياضيات والهندسة من خلال سماعات الرأس ومقابض خاصة بالواقع الافتراضي. يمكنك رؤية تدفق الدم من خلاله، ويمكنك فهم أجزاء القلب والصمامات، التجول حرفيا داخل القلب. يمكننا أيضا استخدامه في مواضيع مثل الجغرافيا للقيام برحلة ميدانية فورية في أي مكان في العالم. لقد استخدمناها في التاريخ للعودة بالزمن إلى الوراء وتجربة أشياء مثل الحرب العالمية الثانية من الميدان وعيش تلك الأجواء. حسب طلاب المدرسة الإنجليزية، الميزات الرسومية لتقنية الميتافيرس تعتبر أكثر متعة من حضور الدروس المملة في العالم الحقيقي، كما أنهم يفضلون الدراسة في معاهد افتراضية تسمح لهم بالغوص في جسم الإنسان، وكذلك بالسفر بين المجرات ومراقبة بنية الكواكب عن قرب، بدلاً من قراءة الكتب الجامدة ثنائية الأبعاد. الغوص داخل جسم الإنسان والوصول إلى القلب أمر رائع. إذا كنت في فصل دراسي عادي فلا يمكنك فعل ذلك، يبدو الأمر كما لو أنك تحمل أي شيء، لكنك في الواقع تحمل النظارات والمقابض. تطورات القطاع التعليمي وتزويده بتقنيات الميتافيرس من شأنها أن تشكل حافزاً كبيراً للطلاب وداعماً لهم لتحقيق نتائج إيجابية. فما الذي سيترتب عن التدريس باستخدام هذه التقنيات الحديثة؟